حاج طلبة، يا الدنيا بتمطر عندك ولا ايه؟ عاوزك تبقى زوج مثالي معاها، رايق حنين، وتقوم معاها بكل الواجبات الزوجية. انت هتنامي ببدلة البحر دي؟ عندك منع؟ لا ما عنديش. طب انت عندك فكرة ان احنا النهاردة في ليلة الدخلة؟ وليلة الدخلة دي كأننا في حالة حرب بالظبط، يعني لازم يحصل اشتباك، بعدين سلاح المظلات يدخل، شوية بوازيك على شوية مدفعية، يعني شوية لطافة كده من الآخر، يعني رومانسية. شوف بقى يا نجم السنين، جو الحب والرومانسية واللفلفة ده ما يتعملش معايا أنا يا بابا. ها؟ ليه؟ هو انت مش مراتي ولا انا كسبتك في كيس شيبسي؟ اسمع يالا، انا مش هقول لك تطلع تنام بره عشان انا كفاءه، فلو فكرت تعمل اي حاجه كده ولا كده هكسعمك، ولو عايز تنام جنبي تنام بادبك من الاخر. ايه يا جدعان؟ يا نهار اسود، هو انا اتجوزت اختي في الرضاعه؟ يا ساتر يا رب. واضح ان انت مكسوفه. بص بقى، عارفه لو شربت الكاس ده وضربت الجوب ده هتشوفي بكحم قدامك. خمرة ومخدرات؟ تعرف يلا لو ما كنتش جوزي كنت بلغت عنك. يا نهار اسود، هو انا اتجوزت مرشد ولا ايه؟ لا، متجوز كابتن يا امور. وانسى بقى ليله الدخله والكلام ده، عشان انا عندي اساسا عذر يخليك ما تقربليش. ايه؟ هو ايه ده اللي يخليني ما اقربلكيش؟ يعني عذر قهري. عذر قهري، والحاجه والدتك عندها معلومه بالعذر القهري ده؟ عارفه. ده ايه الصدفه الغريبه دي؟ طب ما كنا عجلنا شويه. اديك شايف كل حاجه جت بسرعه، وكفايه لوك لوك بقى عشان عايزه انام. ايه ده؟ ما تنام. اتنيل انام، مش عايزه مخدات. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ساتر، انت قايمه من معايا ولا ايه؟ بتقول حاجه؟ لا لا، بقول ان انت يعني نفسك مفتوحه بالف انا وشفا. مش بلعب وبتمرن، لازم اتغذى. ربنا يكون في عونك، الحقيقه طبق متكامل فيه كل انواع الفيتامينات. ده ايه ده كمان؟ ده بيض وده لبن، دي وجبه غذائيه متكامله فيها كل العناصر المحتاجه الجسم. وانت مش مكفيك ال 3000 عنصر اللي في طبقك دول؟ وبعدين بالنسبه للكيكه اللي انت بتعمليها دي ما تعمليش حسابي فيها، علشان انا البيض بيعمل لي حساسيه. بقى. طبعا ده احنا مبسوطين جدا. ماشي يا ماما، ماشي حبيبتي، باي باي. انا مش فاهمه الناس اللي بتلبس مايوهات كده عادي بيلبسوها ازاي، يعني دي سفاله وقله ادب. يا ستي هما جايين معرض الكتاب، دول قاعدين على حمام سباحه، عايزين يلبسوا ايه؟ جلاليب. طب لما انت فالح قوي كده ولابس مايو، ما تظبط جسمك الاول. فين التعبيس؟ فين المحابيس؟ لا 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 حاسبي، انت بيغور الجو الشحات مبروك والعيال دي؟ لا لا خلي بالك، انا العضله عندي بتنمو لجوه، والعمل بقى انا بقضي نص يومي في الجيم. يا عم ده انت اخرك اتنين ضغط وتفيص، خزق جدا يعني. على فكره انا غبي، ما تستفزنيش علشان انت ما تعرفيش قدراتي. طب على العموم انا رايحه الجيم دلوقتي، ما تيجي معايا يا عم البق كده عشان توريني قدراتك دي. انا عايزك تجيبي اخرك معايا، اتفضلي. ماشي. اتفضلي. هاخش
اخش بنش فلات شايلني. فعلا تمرين البنش فلاش ده مفيد جدا لعضله الشيست بالريك. بنش فلاش ايه؟ اسمه فلات؟ وبعدين ايه العبط ده؟ بتاع بنت اختك دي ولا ايه؟ ما تروح يا ابني تجيب وزن اتقل. اتقل من كده؟ ان شاء الله. ربنا يكون في عونك، شدي حيلك. وده ايه بقى ان شاء الله؟ اسلك بيه اسناني؟ روح يا ابني هات ال 16. عمر ممكن بعد اذنك تشيلني ال 16 لو سمحت؟ اه وانت ما تشيلهاش ليه يعني؟ اصل انا عامل فداء. فداء؟ لا مش عامل فداء بسرتي من 3 شهور. اه الله يخليك، الله يخليهم لك. مالك؟ في ايه؟ انت كويس؟ ما فيكش حاجه؟ انت كويس؟ انا تمام، انا تمام زي الفل. الله يخليك، توكل على الله. توكل على الله. بوتجاز؟ لا بوبت ايه؟ ده انا بالمره قلت اعمل تمرين عضله السمان عشان كانت شاده عندي شويه. لا والله. اه انا مضطر استاذن. ها انت رايح فين؟ لا معلش اصل الجو هنا مش جوي، وبعدين اصل الجيم ده عيالي بتاع ناس مبتدئه، انا بحب الحديد البلدي، الحديد البلدي بتاع الساحات الغبي ده عارفاه. انا هروح بقى الستيم عشان افك عضلاتي واطلع الرطوبه من جتتي. بعد اذنك. حد بشاش جوه ولا ايه؟ قولي رايح على فين؟ Yeah.